موجز الأخبار من A1 TV، أهلا بكم. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في قصر الحسينية المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة للدفع بعملية السلام قدما. وجدد جلالة الملك خلال اللقاء التأكيد على موقف الأردن الداعم والمساند لحقوق الأشقاء الفلسطينيين العادلة والمشروعة. وشدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل بما يمكن الأشقاء الفلسطينيين من قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية زين عكر. وأكد جلالة الملك خلال اللقاء وقوف الأردن التام إلى جانب الأشقاء اللبنانيين، مشيرا إلى أن استقرار لبنان وازدهاره مهمان وأساسيان لازدهار المنطقة ونموها. وفي ذات السياق بعث جلالة الملك برقية تعزية إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون بضحايا الانفجار الذي وقع في بلدة تليل بمنطقة عكار، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين. أعلنت مديرية الأمن العام بدء حملة أمنية مكثفة في لواء الشونة الجنوبية بعد ورود عدد من شكاوي مواطنين عن قيام خارجين عن القانون بتهديدهم والتعدي على ممتلكاتهم. وأكدت المديرية في بيان لها أن الحملة التي يشارك بها حوالي 1000 رجل أمن من جميع تشكيلات المديرية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون من خلال التصدي وإيقاف أي تعد على حقوق المواطنين وممتلكاتهم باستخدام القوة اللازمة إذا لزم الأمر، وإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه المساس بحياة المواطنين وممتلكاتهم. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باحترام قراراته وتنفيذها وليس إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أشارت الخارجية إلى أن دولة الاحتلال تواصل اختطافها للقدس والمناطق المصنفة جيم وسط تصعيد استيطاني وتنكيل متواصل. ونوهت إلى أن دولة الاحتلال تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض من شأنها توسيع حدود دولة إسرائيل الاستعمارية. وإلى أخبار الرياضة، حيث حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا على مضيفه ديبورتيفو ألافيز بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني. وجاء أهداف فوز الريال عن طريق كل من كريم بنزيما وناتشو فرنانديز وفينيسيوس جونيور، فيما أحرز هدف ألافيز الوحيد خوسيه ماتو من علامة الجزاء بالدقيقة 65. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.